بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي، أهلا ومرحبا بكم ودرس جديد من دروس مادة الأحياء على شاشة قناتكم، قناة التعليمية أكاديمي. إحنا في الحلقات السابقة أنهينا بفضل الله اللي هو الجزء بتاع المناعة. النهاردة هنبدأ في الباب الثاني اللي هو بيتكلم عن أو عنوانه الرئيسي البيولوجيا الجزيئية، او ما نطلق عليه مجازا باب دي ان ايه. ايه قصة دي ان ايه؟ نرجع كده بالذاكرة لسنتين عدوا، نرجع لأولى ثانوي، نرجع لتركيب الخلية اللي قلنا انه في مركز اي خلية يوجد جسم كروي او بيضاوي يسمى النواة، هو اوضح عضيات الخلية. يبقى اتفقنا ان اي خلية حية ما عدا طبعا بعض انواع الخلايا يوجد فيها نواة، غالبا توجد في منتصفها او في مركزها. ولما اتكلمنا في سنة اولى عن النواة قلنا بتتكون من ايه؟ من غشاء نووي يحيط بشبكة كروماتينية في وسط سائل نووي ومعاها حاجة اسمها نوية. ايه اللي انا قلته دلوقتي ده؟ ادي اهو، لو تخيلت معايا ان دي هي الخلية اهي، في النص هنا بيبقى فيه جسم كروي اسمه النواة، يحاط بغشاء مثقب زي ما انت شايف كده، ويوجد بداخل النواة سائل يسمى السائل النووي، توجد فيه شبكة من الخيوط تسمى شبكة كروماتينية، ويوجد فيه جسم كروي كده او اكثر يسمى النواة. طيب احنا هنتكلم عن حاجة اسمها دي ان ايه. ايه هو دي ان ايه؟ قال لي والله ده مادة كيميائية، بوليمر من البوليمرات الموجودة في الخلايا الحية، درسته في سنة اولى برضو. طب جميل قوي. العلماء بدأوا يسألوا نفسهم، لما الصفات بتنتقل من الاباء الى الابناء، الابن اذا كان او الفرد اذا كان ناتج من تكاثر جنسي زي ما انت درست، يبقى جاي من مشيج مذكر ومشيج مؤنث. المشيج المذكر فيه نص كروموسومات الذكر، والمشيج المؤنث فيه نص كروموسومات الانثى. لما يندمجوا مع بعض هيدوني الفرد الجديد، يديني لقاحة تتحول للفرد الجديد. اذا الفرد الجديد يجمع في صفاته اللي هو الابن بين صفات الاباء والامهات، الاب والام. ليه؟ لان واخد نص كروموسوماته من الاب ونص كروموسوماته من الام. لكن هل بياخد مادة تانية بالنص بالظبط؟ ارجع كده للتكاثر، ده البويضة حجمها قد كده بالنسبة للحيوان المنوي، يبقى واخد سيتوبلازما اكتر من النواة، ميتوكوندريا من النواة، مش واخدها من الحيوان المنوي. يبقى الحاجة الوحيدة اللي واخدها بالتساوي من الاب والام هي الكروموسومات، وده اللي خلى العلماء يقولوا ان الكروموسومات هي التي تنقل وتحمل الصفات الوراثية من الاباء الى الابناء. مرة تانية قلنا ان اي فرد عبارة عن مشيج مذكر ومشيج مؤنث، اهو المشيج المذكر فيه نص كروموسومات الاب، والمشيج المؤنث ده المذكر وده المؤنث فيه النص الثاني. لما يندمجوا مع بعض يدوني لاقحة فيها نص عدد الكروموسومات بالظبط من الأب ونص عدد الكروموسومات من الأم. لكن بالنسبة للسيتوبلازم لا، واخدة السيتوبلازم من البويضة أكتر. بالنسبة للعضيات الأخرى واخدها من البويضة أكتر. لكن الحاجة الوحيدة اللي متساوية اللي واخدها الفرد من الأب والأم هي الكروموسومات، وده اللي خلى العلماء يقولوا أن الكروموسومات هي التي تحمل وتنقل الصفات الوراثية. بدأ العلماء السؤال التالي، لأن هي العلم مبني على أسئلة متراكمة. بقول لك أنت رايح فين؟ تقول رايح الأسوان. السؤال التالي على طول ليه؟ فسحة. السؤال التالت هتروح فين؟ سؤال الرب، وهكذا. فالسؤال بيجيب سؤال. العلماء بكده من ايام مندل، العالم مندل اثبتوا ان
الصفات الوراثية تنقلها وتحملها الكروموسومات. جه السؤال اللي بعد كده على طول، ازاي الكروموسومات بتحمل الصفات الوراثية وازاي بتنقلها وازاي بتظهرها، ازاي بيتبع عليها الصفات وازاي بتتنقل وازاي بتظهر الصفات على الافراد الناتجة. بدأنا بعد كده، بدأ العلماء يدوروا على وسيلة يستطيعوا بها ايه، يستطيعوا بها تحديد كيفية نقل الصفات الوراثية عن طريق الكروموسومات. فكان اول حل قدامهم انهم يحللوا الكروموسوم كيميائيا بالتحليل الكيميائي للكروموسوم. وجد ان الكروموسوم يتكون من مادتين كيميائيتين، من بروتين ودي ان ايه. دي مادة كيميائية، وحدة بناءها اسمها الحمض الاميني، ودي مادة كيميائية وحدة بناءها اسمها النيوكليوتيدة. جات مشكلة تانية، ايه هي؟ انه هنا في مادتين، يا ترى دي اللي مسؤولة عن الصفات الوراثية ولا دي، ولا في تعاون؟ وهذا التعاون اذا كان موجود هل بالتساوي، ولا حد منهم واحدة منهم بتظهر صفات بمعدل اكبر من دي، او لها دور في اظهار الصفات بمعدل اكبر؟ فبدأوا يعرفوا التركيب الكيميائي لكل من البروتين والدي ان ايه. برضو التركيب الكيميائي قد يؤدي الى وسيلة لايجاد كيفية نقل واظهار الصفات. العلماء وجدوا ان البروتين يتكون من مجموعه من الاحماض الامينيه، ووجدوا ان في الطبيعه يوجد 20 نوع من الاحماض الامينيه، بينما لما حللوا الدي ان ايه وجدوا فيه 4 انواع فقط من وحدات البناء من النيوكليوتيدات. طب لتقريب الفكره، تخيل ان انت عندك 20 حرف من لغة ما، لغة معينة، وقالوا لك اعمل منها كلمات. يعني ايه تعمل كلمات؟ يعني ترتب الحروف جنب بعض وتكون كلمات من 20 حرف، وادوك 4 حروف بس وقالوا لك اعمل لنا كلمات. يا ترى بالمنطق وبالعقل مين فيهم اللي هيديك عدد اكبر من الكلمات المختلفة المعنى؟ ها؟ سمع ناس بتجاوب بتقول لا ده ال20، انا عندي 20 حرف، ده اللغة الانجليزية كلها 26 حرف، اللغة العربية كلها 28 حرف، عندك 20 حرف، شوف هتطلع منه كم كلمة بتغيير ترتيب الحروف او عددها او انواعها. يعني برضو علشان نقرب الفكره ونبسط الموضوع، لو عندك 3 حروف بس زي الكلمه دي مثلا، اهو ب مثلا لام ح، 3 حروف، اقدر اطلع كلمه منهم حلب، مدينه في سوريا، حبل، الحبل، بلح. ها نقدر نطلع منها كذا كلمة، وطبعا اقدر اغير طبعا كتير. ده معنى انه ال20 نوع من الاحماض الامينية اللي قلنا عليهم دول اهو هيدوني عدد اكبر من انواع البروتينات المختلفة بتغيير ترتيب وعدد وانواع الاحماض الامينية وعدد السلاسل وكلام كتير هنقوله بعد كده. لكن ال4 حروف بالمنطق اللي هم بتوع الدي ان ايه اللي هم ال4 نيوكليوتيدات، 4 انواع نيوكليوتيدات، هيدونا عدد اقل من انواع الدي ان ايه، ده المنطق. ولذلك العلماء قالوا طب ما هو اللي موجود في الطبيعه ملايين الانواع من الكائنات الحيه، من نباتات لحيوانات لانسان، ايضا من كائنات دقيقه وبسيطه جدا وحيده الخليه لكائنات راقيه بمليارات وتريليونات الخلايا، يبقى الصفات فيها هتبقى كتيرة جدا. يبقى لابد ان المادة اللي بتظهر الصفات الوراثية تكون متنوعة اكتر. وبالتالي اعتقد العلماء
في بداية الدراسة أن البروتين هو مادة الوراثة وليس دي إن إيه. طيب تعالوا نشوف مع بعض أهو. يتم أهو تكوين أعداد لا حصر لها من البروتينات المختلفة، نظرا لأن هي بتتكون من 20 نوع مختلف من الأحماض الأمينية، وهذا يتفق مع تعدد وتنوع الصفات الوراثية. بينما تتكون أنواع أقل من دي إن إيه، ده من وجهة نظر العلماء بناء على الاستنتاجات اللي قلنا عليها 20 نوع من وحدات البناء، وهنا أربع أنواع بس. معايا يا شباب؟ إذن ده الاستنتاج بتاع العلماء في ذلك الوقت. البروتين هو المادة الوراثية أو المادة المسؤولة عن إظهار الصفات الوراثية، إلى أن ظهرت أدلة تثبت خطأ هذا الاعتقاد وتثبت أن دي إن إيه هو المادة الوراثية مش البروتين. إيه الأدلة دي؟ بس قبل ما نقول إيه الأدلة دي، بمجرد ظهور الأدلة دي وإثبات أن دي إن إيه هو مادة الوراثة، نشأ فرع جديد من أفرع علم الأحياء، وهو فرع البيولوجيا الجزيئية. كلمة بيولوجيا جزيئية معناها إيه؟ بيولوجيا يعني مظاهر حياة، جزيئية يعني في جزيئات المادة أو دور الجزيئات اللي في الخلية في استمرار الحياة. ومن هذه الجزيئات دي إن إيه اللي هو الأدلة هتثبت زي ما تشوف دلوقتي أنه هو المادة الوراثية وليس البروتين كما اعتقد العلماء. يبقى علم البيولوجيا الجزيئية هو إيه؟ اصحى معايا. البيولوجيا الجزيئية تعرف على أنها دراسة الأساس الجزيئي للوراثة، يعني دور الجزيئات اللي في الخلية اللي في نواة الخلية في إظهار الصفات الوراثية. إيه الجزيئي الوراثي اللي هو مين؟ دي إن إيه زي ما الأدلة هتثبت قدامك دلوقتي. وهذا العلم وصل لمراحل خطيرة جدا في الزمن اللي احنا فيه ده، وصل لتطورات ولمعلومات ولاستخدامات رهيبة جدا لا مجال ان احنا نتكلم عنها دلوقتي، ولكن هناخد فكرتها في نهاية هذا الباب ان شاء الله تعالى. طيب هتسأل تقول لي يا عم قول لنا الأدلة اللي اثبتت ان دي نوع مادة الوراثة، انت لسه قايل ان البروتين 20 نوع من الأحماض الأمينية واعداده كتيرة وانواعه كتيرة، والعلماء بنفسهم اعتقدوا في البداية ان الدي ان البروتين هو المادة الوراثية. انت بتقول لنا في أدلة اثبتت العكس. ايه هي الأدلة دي؟ ثلاث أدلة يا شباب. ايه هما الأدلة اللي اثبتت ان دي ان ايه هو المادة الوراثية؟ دليل مستمد من تجارب اسمها تجارب التحول البكتيري، ودليل مستمد نتج من دراسة دورة حياة البكتيريوفاج أو تكاثر البكتيريوفاج في الخلايا البكتيرية. ثم الدليل الثالث دليل قياسي بقياس كمية دي ان ايه في الخلايا المختلفة. يبقى انا عندي كم دليل؟ ثلاثة. دليل مستمد من تجارب التحول البكتيري، دليل مستمد من دراسة تجارب البكتيريوفاج، وقياس كمية دي ان ايه في الخلايا. تعالوا نبدأ بسم الله. الدليل الاول اللي اثبت خطأ الاعتقاد اللي احنا قلنا عليه دلوقتي اللي هو ان البروتين هو مادة الوراثة، لا خطأ، الصح ان دي ان هو المادة الوراثية. نبدأ بالدليل الاول، دليل مستمد من التحول البكتيري. ايه قصة التحول البكتيري؟ في عالم اسمه العالم جريفيث
كان بيدرس بكتيريا مسببة لمرض كلنا نسمع عنه اسمه الالتهاب الرئوي. هذا المرض مرض بكتيري ويصيب الجهاز التنفسي، يصيب الرئتين، اسمه الالتهاب الرئوي. يعني في بكتيريا بتدخل الرئة فتسبب التهاب اللي احنا خدناه في المناعة، والرئة بتبقى محمرة وتتورم والتنفس بيبقى ضعيف، صعب شغلانة. طيب جريفيث ده استطاع عزل بكتيريا مسببة للالتهاب الرئوي من الأجسام الفئران المريضة بهذا المرض في فئران التجارب. طيب وجد ان هو في بعض الحالات بياخد البكتيريا اللي عزلها ويحقن بيها فئران تانية صحيحة سليمة فتمرض ثم تموت، وسلالة اخرى من البكتيريا او بعض البكتيريا اللي هو عزلها برضو من فئران مرضت بالمرض لما يحقنها في الفئران السليمة تمرض ولا تموت. قال الله ده انا عندي نوعين بقى، هم سلالتين من البكتيريا، سلالة تميت الفئران تصيبها بالمرض ويزداد التهاب الرئوي عليها الى ان تموت، وسلاله تصيب الفئران بالمرض اي نعم ولكنها تشفى ولا تموت. فقال يا جماعه انا كده اكتشفت ايه؟ ان عندي سلالتين من البكتيريا المسببه لمرض الالتهاب الرئوي، السلاله المميته التي تسبب الموت، والسلاله الممرضه التي لا تسبب الموت غير المميته. اهي ما هي دي ممرضة برضو بس في نفس الوقت بتموت، ممرضة ومميتة، ممرضة بس غير مميتة. لاحظ حاجة عجيبة وهي انه السلالة الممرضة المميتة سطح البكتيريا من الخارج، سطح الجدار بتاع البكتيريا او الحوصلة بتاع البكتيريا الكبسولة بتاعتها املس، بينما الممرضة فقط لا سطحها خشن كده هو. فسمى دي السلالة سموز، سموز يعني ايه؟ يعني ناعمة او ملسة اس، وسمى السلالة دي السلالة ار، اختصار لكلمة رف يعني خشن، سموز ورف. السموز مميتة، الار الرف خشن. طيب ايه التجارب اللي عملها بهذه البكتيريا؟ أول حاجة حقن بعض الفئران، فئران التجارب، ببعض بكتيريا من السلالة اس فمرضت الفئران ثم ماتت. واحد اهو، إذن الاستنتاج هنا دي التجربة المشاهدة، الفئران مرضت ثم ماتت، الاستنتاج ان السلالة اس مميتة. التفسير ايه؟ انها اهو لانها تحتوي على جينات، جينات يعني مواد وراثية، مادة وراثية، عامل وراثي، عوامل وراثية، تحتوي على جينات مادة وراثية تنتج بروتينات مميتة، تنتج بروتينات مميتة. طيب التجربة الثانية بتاعته عمل نفس التجربة بس باستخدام مين؟ باستخدام السلالة R اهو، حقن بعض الفئران بكتيريا السلالة R فمرضت ثم شفيت ولم تمت. ده المشاهدة، استنتجنا ان المادة المميتة او المادة الوراثية اللي هي الجينات المميتة الموجودة في اس مش موجودة في ار، غير موجودة في بكتيريا السلالة ار. بدليل ايه؟ بدليل الفئران ما ماتتش. طيب الراجل اتحير عايز يعرف ايه اللي بيسبب الموت، عمل ايه؟
قتل السلالة بكتيريا من السلالة اس اللي هي المميتة اللي فيها مادة وراثية مميتة بالتسخين بالحرارة، ثم حقن الفئران السليمة طبعا بها فلم تمت الفئران. طب ما ده منطقي، ما انا مسكت البكتيريا نفسها وموتها يبقى فقدت تأثيرها. كلام جميل. التجربة بقى اللي كان فيها المشكلة الكبيرة انه عمل ايه؟ خد بعض البكتيريا اس المميتة المقتولة بالحرارة فاقدة التأثير اللي ما موتتش الفئران، وخلط معاها بعض بكتيريا من السلالة ار الحية. يبقى الخليط اصبح فيه مين ومين؟ اس بس اس ميتة وار حية. يبقى بالمنطق والعقل اذا حقنا فئران سليمة بهذه البكتيريا الخليط ده الاس الميتة والار الحية، مين اللي هيظهر تأثيرها؟ المنطق بيقول الحية اللي هي الار، اي ان الفئران سوف تمرض وتشفى. لكن المفاجأة ان هذا العالم وجد ان بعض الفئران مات. طب ما تموت احنا مالنا؟ قال لك لا، ده الفئران اللي ماتت لما شرح الجثث بتاعتها وجد بها السلالة اس حية. الله، ده حقنها ميتة صحيت تاني؟ لا، هنا بقى جت فكرة التحول البكتيري. يبقى التجربة الرابعة والأخيرة بالنسبة لجريفس، حقنا بعض الفئران ببكتيريا من السلالة اس المقتولة حراريا مع بكتيريا من السلالة ار الحية، فمات بعض الفئران ووجد في اجسامها جثثها يعني البكتيريا اس حية. يعني خلاصة التجربة دي ايه؟ ان عندي خريطة اهو، الخريط ده فيه اس ميتة هي نفسها ميتة فقدت التأثير وار حية حقن الفئران بعضها مات. بعض مين؟ بعض الفئران. ووجد فيها ايه؟ وجد فيها اس حية. يا استاذ ده هو حقنها فئة ميتة طلعت حية ازاي؟ الراجل ده قال لك ليس هناك تفسير الا ان المادة الوراثية المميتة المادة لا تموت، والمادة تكتسب حياتها من وجودها داخل خلية حية. يعني المادة المميتة اللي موجودة في اس المقتولة حرارية اتنقلت، ده كلام جريفس، بطريقة ما من الاس الى الار الحية ودخلتها، فار اكتسبت القدرة على إماتة الفئران. فار اكتسبت القدرة على إماتة الفئران، يعني اكتسبت صفة وراثية جديدة لم تكن موجودة فيها، أي أن ار تحولت إلى اس نتيجة انتقال المادة الوراثية المميتة من اس الميتة إلى ار الحي. سمى هذه الظاهرة ظاهرة التحول البكتيري. يبقى التحول البكتيري باختصار هو تحول السلالة ار غير المميتة من البكتيريا المسببة المرض الالتهاب الرئوي الى السلالة اس. السبب في هذه الظاهرة انتقال مادة وراثية مميتة من بكتيريا السلالة اس المقتولة حراريا الى بكتيريا السلالة ار. بالبلدي كده هقول مثال يعني للتشبيه فقط، حاجة كانت صفرة دخلها مادة بقت خضر حولت، بكتيريا غير مميتة دخلتها مادة وراثية مميتة حولتها إلى مميتة. ومش بس كده، ده لما البكتيريا اس الناتجة من التجربة دي
انقسمت البكتيريا الميتوزية، البكتيريا الناتجة بالانشطار الثنائي اللي قلنا عليه، البكتيريا الناتجة كانت لها نفس الصفات، يعني الصفة الوراثية اللي اكتسبتها البكتيريا ار انتقلت للنسل. سميت هذه الظاهرة بظاهرة تحول البكتيريا، ولكن المشكلة في ان جريفيث لم يستطع تفسير كيفية الانتقال ولا ايه هي المادة اللي اتنقلت الوراثية دي. يا ترى هي دي ميو ولا البروتين ولا اي مادة اخرى؟ لغاية ما جم مجموعة من العلماء على رأسهم عالم اسمه إفري وزملائه، عملوا ايه دول؟ عزلوا المادة اللي اتنقلت من الاس الى الار. يعني عملوا ايه بالبلدي كده؟ قتلوا اس بالتسخين، وبعدين بطريقة او باخرى استطاعوا عزل المادة الوراثية بتاعتها اللي جواها. استطاعوا عزل المادة الوراثية المسببة للتحول البكتيري، فوجدوا أنها تحتوي على إيه؟ على دي إن إيه، على دي إن إيه. قالوا إيه؟ إحنا لقينا المادة الوراثية، المادة الوراثية دي إن إيه اتنقلت من اتس المقتوله حراريا الى ار الحيه بطريقه مجهوله حتى الان. مجهوله ليه؟ لانه من المعروف ان جزيء الدي ان ايه وجزيئات البروتين جزيئات كبيره لا تمر عبر الارشيه البلازميه. فكانت المشكله عندهم ازاي الدي ان ايه ده دخل عبر الغشاء اللي موجود في حوالين البكتيريا. فالكتاب بيقول لك ان هي بطريقه مجهوله حتى الان، ولكن علميا الكلام ده مكتوب من 25 سنه، علميا حاليا قدروا يعرفوا كل حاجه. لكن مش عليك. طيب. يبقى افري وزملائه عملوا ايه؟ استطاعوا عزل الماده الوراثيه المسببه للتحول البكتيري اللي سبب التحول من ار الى اس. ووجدوا انها تحتوي على دي ان ايه، فقالوا ان دي ان ايه هو الماده الوراثيه انتقلت من السلالة اس المقتولة حراريا الى ار الحية بطريقة مجهولة حتى الان. لكن العلماء مش زي حالتنا كده بياخدوا المعلومة واخدها على ان هي قرآن خلاص، لا ده بيفكر فيها. علماء تانيين قالوا لي يا عم افري انت وزملاتك ما تفرحش قوي، ده الدي ان اللي انت عايزه ده عزله ده مختلط ببعض البروتين، فربما ليس نقيا تماما، ربما يكون البروتين اللي موجود في الماده اللي انت عزلتها دي ولو بنسبه قليله ربما يكون هو الماده الوراثيه. فطبعا حصل لهم احباط الناس، ده احنا كنا قلنا هناخد جائزه نوبل على ان احنا اكتشفنا ايه هي الماده الوراثيه، طلعت انتوا يا شويه علماء بهدلتوا لنا الدنيا تاني. لكن ربنا سبحانه وتعالى بيكشف للانسان المعلومات تدريجيا. من 200 300 سنه ما كانش في حاجه اسمها دي ان ايه، ما كانش حد يعرف حاجه اسمها دي ان ايه اصلا. دلوقتي الدي ان ايه بيستخدم في كل مجالات الحياه، هندسه الوراثيه والتكنولوجيا الجزيئيه والنانو تكنولوجي الجزيئي كمان، كل ده حاليا بيستخدم حتى في الحروب في صناعه القنابل. يعني وصلت لمراحل دراسة الدي ان ايه وصلت لمراحل ان هم بيعملوا حاجة اسمها قنابل عرقية. يعني ايه قنابل عرقية؟ بيفكروا يعملوها او تقريبا قد يكون عملوها. يعني قنابل توجه نحو شعب معين او فئة معينة من البشر. يعني سي مثلا للتشبيه فقط طبعا العرب ومش عارف اليهود والامريكان ومش عارف ايه وايه وايه، كل دول بشر. لكن هناك جينات خاصه بكل نوع من دول او كل مجموعه من دول. يعني جينات مثلا جينات العرب التحدث باللغه العربيه ده له صفات وله مقاييس معينه وله مواد معينه في الجسم وراثيه. قدروا او بيحاولوا يعملوا ايه؟ يعملوا قنابل لا تصيب الا من يحمل هذا الجين. يعني يبقى واقف ده وده 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 والقنبله تترمي ما تموتش الا
صاحب الجين ده، وهم كلهم موجودين. طبعا دي معلومه كده سريعه، لكن انا بس عاوز اوصلك الى ايه اللي توصل اليه العلماء في مجال الدي ان ايه. دي البدايات، يا دوب لسه بنثبت ان الدي ان هو الماده الوراثيه. طيب يبقى العلماء افري وزملائه عزلوا الماده الوراثيه المسببه للتحول البكتيري، لقوها دي ان ايه، طلعوا الاستنتاج بتاعهم ان دي ان هو الماده الوراثيه انتقلت من اس المقتوله حراريا الى ار الحيه، حولتها الى سلاله مميته الى اس بطريقه مجهوله. طبعا العلماء التانيين قالوا لهم لا، ده دي ان ايه اللي انتوا عزلتوه يا جماعه، لا ده مختلط ببعض البروتين. التجربه اللي خلصت الجدل ده ما بين افري وزملائه والعلماء الاخرين اكتشاف انزيم، هذا الانزيم يحلل دي ان ايه تماما. وطبعا سبقته تجارب تانية، ولكن دي التجربة الحاسمة، التجربة اللي حسمت الجدل في ماهية المادة الوراثية بناء على هذا الدليل فقط. يعني هي اكتشاف انزيم اسمه ايه، دي اوكسي ريبو نيوكلييز، اسمه طويل شويه ولكن هبسطه لك شويه كده. هذا الانزيم يحلل دي ان ايه تماما، يعني يبعزقه يفصصه ما يخللهوش ملامح، يحلل دي ان ايه تماما، يكسر كل الروابط اللي فيه ولا يؤثر على البروتين ولا اي ماده تانية في الجسم، يعني ولا ار ان ايه. طب مين ار ان ايه ده؟ انت خدته في سنه اولى، ولكن انا عارف ان انت فاكر كل الكلام، فاكر كل حاجه من سنه اولى. طبعا ار ان ايه هو نوع من الاحماض النوويه، هناخده في الفصل الثاني لهذا الباب ان شاء الله. كنت خدت ان هو بيبقى شريط واحد من النيوكليوتيدات، لكن دي ان ايه شريطين. هذا الانزيم الديوكسيرايبونوكليز ياثر على الدي ان ايه ويفككه تماما، البلد كده زي ما يكون معاك عقد في ألف حباية ومربوط بخيط، بس انت جيت على السيراميك كده ورحت ايه قطعت الخيط ومسكت طرفه كده، الحبات دي هتعمل ايه؟ هتنزل هتقع وتتنطور هتتبعزق تماما. هذا الانزيم يعمل في دي ان ايه كده، يفككه تماما ولا يؤثر نهائيا على البروتين ولا على ار ان ايه. عملت المادة النشطة، المادة النشطة المسببة للتحول البكتيري اللي هم عزلوها بهذا الانزيم، بهذا الايه الانزيم. يعني ايه يا مستر؟ المادة دي احنا اتفقنا ان فيها دي ان ايه وبروتين. طيب الانزيم ده هيعمل ايه؟ هيحلل دي ان ايه تماما، فيبقى مين؟ البروتين. اخذ البروتين ودخلوه جوه بكتيريا السلالة ار، وحقنوا بها الفئران، الفئران لم تمت لغياب مين؟ لغياب دي ان ايه. اذا الماده الوراثيه المميته هي ايوه دي ان ايه. طيب يبقى الماده الوراثيه دي ان ايه ثبت عن طريق، ثبت ده عن طريق انزيم الديوكسيرايبونوكليز كتجربه حاسمه. انزيم الديوكسيرايبونوكليز ده جه منين؟ ركز معايا، الاسم جه منين؟ انت عندك الماده الوراثيه اسمها دي ان ايه، الثلاث حروف دول اختصار لكلمه ايه؟ اختصار لكلمه ديوكسي ريبو نيوكليك او ريبو نيوكليك اسيد، نيوكليك اسيد اهو. اسيد هنا معناه ايه؟ اسيد يعني حمض. ريبو نيوكليك ديوكسي ريبو نيوكليك، نيوكليك يعني نووي، يعني من نيوكليوس عن نواه. ديوكسي ريبو يعني الحمض الذي يحتوي على دي سكر ديوكسي ريبوز، الحمض الذي يحتوي على ايه؟ هي مكتوبه مبعككه ليه كده؟ لا لا ادهو
حمض نووي ديوكسي ريبوزي، يعني حمض نووي النيوكليوتيدة بتاعته فيها سكر ديوكسي ريبوزي، ديوكسي ريبوزي. طب الانزيم احنا هنشيل كلمة حمض لان التمييز كيميائي، تمام؟ لذلك الانزيم اسمه ايه؟ ديوكسي ريبو نيوكليز، نيوكليز ها ديوكسي ريبو ده نسبة السكر بتاع ديوكسي ريبوز، نيوكليك بس شلنا اللي هي كاف حطينا يهزين ديوكسي ريبو نيوكليز، لانه غالبية الانزيمات او نسبة كبيرة من الانزيمات يشتق اسمها من اسم المادة اللي بيأثر على الانزيم مع نزع المقطع الاخير ليها ووضع يهزين. زي ايه؟ زي الليبيد اللي هو الدهون، الانزيم الهضم له لايبيز، البيبتايد عديد البيبتايد بيبتيديز، وهكذا. ده بالنسبة للدليل الاول المستمد من تجارب التحول البكتيري، ارجو ان يكون واضح بالنسبة لكم. الدليل الثاني مستمد من دراسة البكتيريوفاج. طب يعني ايه بكتيريوفاج ده يا مستر؟ فاج اختصار لكلمة لاتينية تعني اللاقم او الملتهن او المدمر. بكتيريو يعني مدمر البكتيريا او لاقمات البكتيريا، اسمها بالعربي الترجمة بتاعتها لاقمات البكتيريا. ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن سلالة من الفيروسات. يبقى لاقمات البكتيريا عبارة عن ايه؟ عبارة عن سلالة من الفيروسات، عبارة عن سلالة من ايه؟ من الفيروسات، تمام؟ اه سلالة من الفيروسات بتعمل ايه؟ اللي تهاجم البكتيريا. فاكر لما خدت المناعة وقلت لك كل كائن حي في الدنيا ربنا خالق له العدو بتاعه حتى البكتيريا؟ اهي البكتيريا برضو رغم انه هي كائن دقيق الا ان فيها عدو بتاعها اللي بيتكاثر يدخلها ويتكاثر داخلها ويفجرها بيدمرها. يبقى كل الكائنات مش بس الانسان ولا الكائن الراقي له اعداء طبيعيه، له مسببات امراض ومسببات موت، لا ده حتى البكتيريا. سلاله من الفيروسات ده البكتيريوفاج تهاجم البكتيريا، وهي بكتيريا اسمها احنا هناخده المفروض بعد حصتين كده بعد حلقتين الحلقه اللي بعد الجايه مثلا او اللي بعد اللي بعدها، اسمها اشيريشيا كولاي. اشيريشيا كولاي الفيروس ده بيهاجمها ويتكاثر بداخلها او يتناسخ، بلاش كلمة يتكاثر لان انا عارف ان التكاثر جنسي ولا جنسي، ده تكاثره ما الا تضاعفه بس، يعني ينسخ نفسه يطبع نفسه يصور نفسه يطلع نسخ منه، تمام؟ يتكاثر داخل البكتيريا لدرجة انه خلال 32 دقيقة بيفجر البكتيريا. يعني هو دخل البكتيريا بعد 32 دقيقة يفجر البكتيريا ويخرج الفيروس اللي دخل ده، يخرج 100 فيروس، وال100 دول ممكن كل واحد منهم يصيب خلية بكتيرية، وبعد 32 دقيقة كمان كل واحد منهم يطلع من البكتيريا بتاعته 100، يبقى 100 في 100 10,000. بعد 32 دقيقة كمان يا خلي بالك على حوالي ساعة ونص وست دقايق ال 10,000 الفيروس اللي طلعوا كل واحد منهم هيهاجم بكتيريا يطلع مليون. يبقى الفيروس الواحد خلال ساعة ونص وست دقايق 106 او 96 دقيقة بالظبط يتحول الى مليون فيروس، وده يفسر لك سرعة انتشار الامراض الفيروسية وسرعة اصابتها للانسان. طيب سلالة من الفيروسات تهاجم البكتيريا اللي هي بكتيريا اشيريشيا كولاي ويتكاثر اي يتناسخ عشان نبقى دقيقين علميا بداخلها
ويكون حوالي 100 فيروس خلال 32 دقيقة، 32 دقيقة، وتنفجر البكتيريا. طيب ايه علاقة ده بدي ان ايه والحكاية والرواية؟ قال لك والله طب نشوف هو بيتكسر ازاي. تخيل معايا ان دي اهي اللي لونها ده مثلا الاسود ده اهو، البكتيريا اهي، البكتيريا دي فيها الدي ان ايه بتاعها عادي جدا، على اثبتنا في الدليل اللي فات ان البكتيريا مسببه للالتهاب الرئوي، المادة الرئيسية ليها دي ان ايه، يبقى البكتيريا دي فيها دي ان ايه. طيب هذا الفيروس يهاجم البكتيريا، يثبت نفسه على الغشاء بتاعها كده، على الجدار الخارجي بتاعها، بعد 4 دقائق يحقن فيها مادة معينة، يحقن بداخلها، ده الدي ان ايه بتاعها، يحقن بداخلها مادة ما، مادة مجهولة حتى، مجهولة بالنسبة لنا دلوقتي لكن هنعرفها، وهي المادة التي سوف تتكاثر. اهي حقن المادة دي كده الحمراء دي. طيب بعد شوية قد ايه شوية دول؟ 11 دقيقة تقريبا اهو اهو، تعال معايا، بعد 11 دقيقة كمان، يعني بعد ربع ساعة من البداية كده بالشكل ده، تبص تلاقي المادة الوراثية بتاعت البكتيريا بدأت تختفي، والمادة الوراثية للفيروس، انا هعمل الحالات كلها كده في الأول، البكتيريا كده اهو، خلينا هنمشي بالشكل ده اهو اهو، تعال معايا، هذا الفيروس حقن المادة دي بعد 15 دقيقة بدأ يعمل ايه؟ يتكاثر، يتضاعف، مادته الوراثية تتضاعف اللي حقنها دي اهو، بقى كذا جزيء من هذه المادة بالشكل اللي قدامك ده. بعد ايه؟ بعد حوالي 5 دقائق كمان، هنا 15 دقيقة، 5 دقائق كمان يعني حوالي 20 دقيقة، كل جزيء من أو يبدأ تكوين أغلفة بروتينية ويختفي تماما الدي ان بتاعها. أدي عندي المادة الوراثية، الجزيئات اللي اتكونت أهي كده بالصورة دي، وبدأ يكون أهو أغلفة للفيروس كده أهو، أغلفة بروتينية كده أهو، ده بعد 20 دقيقة، 8 دقائق كمان، 28 دقيقة، بعد 28 دقيقة من البداية اتكون فيروسات كاملة، الفيروس اهو كده، الغلاف بتاعه البروتيني ده، والمادة الوراثية اللي جواه اداه، المادة اللي اتحقنت، ثم في النهاية تنفجر البكتيريا بعد 4 دقائق يعني حوالي 32 دقيقة، ويخرج منها 100 فيروس بالشكل ده. يبقى واحد الحقن او التثبيت في الاول، المهاجمة، الفيروس يهاجم البكتيريا. اثنين الحقن، يحقن فيها المادة اللي هتتكاثر والمادة اللي هتتضاعف وتتناسخ، المادة الوراثية. ثلاثة تتضاعف المادة الوراثية داخل البكتيريا، تتناسخ. 4 تتكون أغلفة بروتينية. 5 تتكون فيروسات كاملة. 6 انفجار البكتيريا وتدميرها. طيب هنا بقى جت فرصة العمر للعلماء عشان يعرفوا ايه المادة الوراثية اللي دخلت وتناسخت دي. ايه فرصة العمر وجت لمين؟ جت لعالم وعالمة، رجل وست علماء، عالم اسمه هيرشي وعالم اسمه تشيس. دول قالوا ايه؟ بما ان الفيروس يحقن المادة والمادة تتكاثر، اذا المادة اللي اتحقنت هي المادة الوراثية.
طب تعال نشوف تركيب الفيروس ايه عشان نشوف ايه الماده اللي فيه اللي دخلت وتكاثرت يبقى هي الماده الوراثيه. لو انه او ده كان معروف من قبلهم انه الفيروس ده عباره عن راس بالشكل ده يمتد انه محور الذيل بالشكل ده اهو، وفي نهايته هنا زوائد التصاق اللي يلتصق بيها على البكتيريا. ولقوا انه هذا الرأس يحاط بغلاف بروتيني، يحاط بايه؟ بغلاف بروتيني بالشكل ده اهو، والغلاف البروتيني يمتد ليكون ما يشبه الذيل الحلزوني حوالين محور الذيل كده اهو اهو بالشكل ده. كل اللي قدامك ده سواء الرأس، محور الذيل، الزوائد اللي قدامك دي، الذيل ده اهو نفسه عبارة عن بروتين، الغلاف ده كده عبارة عن بروتين، غلاف بروتين، كل اللي قدامك ده بروتينات. طب ما ايه الغريب فيه؟ قال لك ما فيش غريب، هو بس يا دوب جواه جزيء من ماده دي ان ايه بس. ده تركيب البكتيريوفاج. العالمين دول جات لهم فرصه العمر لما عرفوا معلومه ايه هي؟ خليك معايا، ان الدي ان ايه ده يحتوي على عنصر الفوسفور بي، وهذا العنصر لا يوجد في البروتين اللي موجود في الفيروس خالص. يبقى دي ليه ميزه، له علامه، علامته هي عنصر الفوسفور. طب البروتين بتاع الفيروس فيه ايه؟ فيه عنصر الكبريت، وده غير موجود في تركيب دي ان ايه نهائي. يبقى يا جماعه كده حتى احنا نقدر نقول ايه؟ ان الفيروس ده لما هاجم البكتيريا يا اما حقن مين؟ دي ان ايه، يا اما حقن مين؟ البروتين. اذا كان دي ان ايه هو الماده الوراثيه هو اللي هيدخل عشان هو اللي هيتضاعف. اذا كان البروتين هو الماده الوراثيه البروتين هو اللي يدخل. طب العلامه بتاع الدي ان ايه هي؟ الفوسفور. العلامه بتاعت البروتين هي؟ الكبريت. العلماء دول استطاعوا اضافه فوسفور مشع اهو لدي ان ايه الفيروس، يعني دي ان ايه الفيروس ده فيه فوسفور مشع وكبريت مشع في البروتين الفيروس. طب ليه حطوا عناصر مشعه؟ قال لك علشان يقدروا يكشفوا عنه. طبعا الموجات الاشعاعيه اللي بتطلع من الفوسفور غير طولها الموجي ولونها بيبقى مختلف عن الكبريت المشع. العلماء دول جابوا بكتيريا ووضعوا لها هذا الفيروس المشع اهو كده اهو، وبعد عده دقائق حوالي اربع خمس دقائق وجدوا ان كل الفوسفور المشع، كل كميه الفوسفور المشع اللي هم حطوها على الفيروسات دخل البكتيريا. طب معنى كل الفوسفور يعني كل دي ان ايه، لان هو موجود في دي ان ايه، واقل من 3% بس من الكبريت المشع يعني من البروتين دخل البكتيريا. يبقى مين الماده اللي دخلت وتكاثرت وتضاعفت وفجرت البكتيريا؟ الماده الوراثيه هي دي ان ايه، رغم دخول نسبه قليله جدا من الكبريت المشع من البروتين. وده كان على فكره كمعلومه ليكم موضوع تشكيك في هذا الدليل في بعض المحافل العلميه، موضوع تشكيك في هذا الدليل. يبقى هنا دي ان هو الماده الوراثيه، الفيروس لما بيهاجم البكتيريا زي ما شفنا كده بيحقن فيها الدي ان ايه، الدي ان ايه بيتضاعف يتناسخ يكون فيروسات جديده، تنفجر البكتيريا وتخرج الفيروسات الجديده يا جماعه. طيب هتقول لي جابت الاغرفه البروتينيه منين؟ هقول لك من نشاط البكتيريا نفسها. يعني الفيروس الدي ان ايه بتاعه لما يدخل البكتيريا بيسخر كل نشاط البكتيريا لمصلحته هو لبناء نفسه، حتى بيفكك الدي ان ايه بتاع البكتيريا ويعيد استخدام النيوكليوتيدات بتاعته في البناء نفسه. طيب اخر دليل عندنا لاثبات ان دي ان ايه هو ماده الوراثه، ده دليل بسيط
والمفروض انك عندك فكرة عنه. الدليل المستمد من قياس كمية دي ان ايه في الخلايا. الخلايا في جسمك نوعين، جسدية وجنسية. والجسدية دايما بنقول عليها كام نون؟ اتنين نون، يعني فيها مجموعتين متماثلتين من الكروموسومات من المادة الوراثية. أما دي واحد نون. طب كل خلايا الجسد متماثلة في العدد الكروموسومي ولا لأ؟ يعني هاخد الإنسان للتمثيل بس. أي خلية جسدية في جسمك، جلدك، كبدك، الكلية، في العضلة، في الخلية العصبية، في خلية الدم البيضاء، أي خلية أيا كانت جسدية في جسمك فيها نواة يبقى فيها 46 كروموسوم. أما الخلية البشرية الحيوانية والبويضة ومراحلهم، فكرة تكوين الحيوانات المنوية تكون البويضات، يعني البويضة الثانوية، البويضة الناضجة واحد نون. ركز معايا. الطلائع المنوية والحيوان المنوي واحد نون. البويضة الثانوية فيها كلام بس، يعني هي البويضة الناضجة اللي المفروض انها تبقى واحد من 100%. ماشي يا شباب؟ طيب. العلماء بدأوا يستخدموا طرق معينة لقياس كميات دي ان ايه والبروتين في الخلايا. فوجدوا ايه؟ وجدوا ان كمية دي ان ايه في الخلايا الجسدية المختلفة، وقلت لك مختلفة يعني ايه يا استاذ؟ يعني خلية كبد، خلية كلية، خلية ها، كمية دي ان ايه في الخلايا الجسدية المختلفة للنوع الواحد او للفرد الواحد متساوية ولا يتساوى البروتين فيها. الله، يعني ايه يا مستر؟ يعني بص، تلاقي خلية العضلة فيها كمية بروتين اكتر بكتير من الخلية العصبية رغم ان هما في نفس الجسم، يبقى البروتين غير متساوي، لكن الدي ان ايه هو هو بالظبط. تمام؟ طيب مش بس كده، وطبعا تختلف من نوع لاخر، يعني كميه دي ان ايه في خليه الانسان مختلفه عن حيوان ما، في خليه حيوان ما تختلف، لكن البروتين قد يكون متساوي. تخيل. طيب نمره اتنين، انه كميه دي ان ايه في الخليه الجنسية أو المشيجية حيوان منوي أو بويضة تساوي نص كميتها في الخلية الجسدية لنفس النوع. يعني إيه يا مستر؟ يعني كمية دي إن إيه في الحيوان المنوي للإنسان نص كمية دي إن إيه في الحيوان في الخلية الجسدية للإنسان. وهذا لا ينطبق ذلك على البروتين، على البروتين. طب ليه ربنا خلى المشيج نص الخلايا الجسديه؟ عشان لما يندمج مشيج مذكر مع مشيج مؤنث تصل كميه الماده الوراثيه للافراد الاصليين كامله الى الاب. طيب، واللي اكد ان دي ان هو الماده الوراثيه ان دي ان ايه ثابت بصوره واضحه في النواه، ثابت بصورة واضحة في النواة، لكن البروتين وار ان ايه كمان معاه يهدم ويعاد بناؤه. ما ينفعش مادة وراثية مسؤولة عن حياة كائن حي تهدم لفترة ويعاد بناؤها وتتحلل ويعاد بناؤها وتتحلل، ما ينفعش. الدي ان هو الثابت في النواة بقيت ملحوظة صغيرة. بناء على كل ده العلماء استنتجوا ان دي ان هو المادة الوراثية لجميع الكائنات الحية تقريبا. طب ليه ما اقول تقريبا، ما اقولش جميع الكائنات الحية وسكت؟ قال لان هناك بعض الفيروسات زي فيروس الانفلونزا، شلل الاطفال، الايدز، الكورونا اللي احنا بنعاني منه دلوقتي ده، كل هذه الفيروسات مادتها الوراثية ليست دي ان ايه ولكنها ار ان ايه، بس عدد انواع الكائنات اللي زي دي قليل جدا بالنسبة لمليارات الانواع من الكائنات الحية اللي مادتها الوراثية ار ان ايه. دي كانت الادلة اللي اثبتت ان دي ان ايه هو المادة هي المادة الوراثية
عرفنا ليه في الأول العلماء اعتقدوا أن البروتين هو المادة الوراثية، عرفنا الأدلة اللي أثبتت أن دي اللي هو المادة الوراثية، وأثبتت خطأ اعتقاد هؤلاء العلماء في البداية. عرفنا دليل التحول البكتيري اللي هو تحول السلالة آر غير المميتة من البكتيريا إلى السلالة إس المميتة بتجارب جريفس ثم تجارب إفري. عرفنا الدليل المستمد من دراسة البكتيريوفاج بتجارب هيرش وتشيس اللي هم رقموا أو علموا دي إن إيه الفيروسي بالفسفور المشع والبروتين الفيروسي بالكبريت المشع، وشافوا مين اللي دخل فيهم. عرفنا بتجارب القياس وهي أدق التجارب وأقوى الأدلة على فكرة، الدليل القياسي ما فيهوش تشكيك، الدليل التجريبي قد يخضع للصواب والخطأ. ده كان درسنا النهاردة. إن شاء الله خلال الحلقات القادمة بإذن الله هنتكلم عن الحلقة اللي جاية، هنتكلم عن تركيب دي ان ايه، تضاعف دي ان ايه، إصلاح عيوب دي ان ايه، حاجات مهمة، حاجات مواضع أسئلة. أرجو إن أنتم تتابعونا وتدعمونا بتعليقاتكم ومشاركاتكم وبرأيكم وبطلباتكم مننا، وإحنا تحت أمركم دائما والقناة تحت أمركم. سعدت بلقائكم النهاردة وأتمنى أن ألتقي بكم على خير دائما بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.